بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، هو السميع العليم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت في شابتر 9 ازاي ابدا انشئ انا قاعده بيانات وانشئ الجداول الخاصه بيا، وقلنا احنا عندنا حاجه اسمها داتابيز اوبجكت. وقلنا ايه هي الداتابيز اوبجكت؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الداتابيز عموما عامله زي العماره اللي انت قاعد فيها. لو عملنا كده ورسمنا العمارة دي كده ورسمنا المربعات الصغيرة دي، قلنا ان العمارة اللي انت حضرتك قاعد فيها دلوقتي مكونة من شقق. الشقق دي عبارة عندنا في الداتابيز اسمها سكيما. الشقة دي اسمها ايه؟ سكيما. يعني ايه سكيما؟ حاجة مستقلة بذاتها. يعني مثلا اليوزر اللي اسمه اتش ار ده سكيما، اليوزر اللي اسمه سكوت ده سكيما، تمام؟ طيب ايه المفتاح بتاعي؟ انت عندك مفتاح الشقة حضرتك بتحطه في الباب، بتفتح باب الشقة، صح؟ طيب ايه المفتاح بتاعي عشان اخش على اليوزر بتاعي اللي هو اتش ار على اتش ار؟ كده انا فتحت المفتاح بتاعي ودخلت على اليوزر. كلام جميل قوي. طيب انا دلوقتي الشقة عندي لسه فاضية على البلاط، عايز ابنيها، فببدأ انشئ جدول. الجدول ده بيتسيب عندي في المكان المربع ده، دي الشقة بتاعتي. في تقطيع في الصوت؟ طيب انا هعمل ريفرش عندي و نرجع تاني. احنا قلنا ان انا عندي الداتابيز عندي عبارة عن العمارة اللي حضرتك ساكن فيها، تمام؟ طب العمارة ديت مكونة من شقق، مكونة من شقق. الشقق ديت اللي هي اللي اسمها اسكيما، اللي سكيمة الاتش ار، سكيمة السكوت، سكيمة ايا يكن بقى اليوزر اللي انت داخل بيه. عايز تخش على الشقة بتاعتك، فبتقول له اتش ار اتش ار، كده انت عملت كونكت على السكيمة بتاعتك. طب السكيمة ديت فاضية لسه على البلاط، يعني الشقة لسه ما اتفرشتش، فعايزين نفرشها، فهنبدأ نبني جداول. الجدول ده لما يتسيب في المكان اللي هو اتسيب على داتابيز اسمه اوبجكت. يبقى احنا عندنا الاوبجكت اي حاجه بتتسيب على الداتابيز زي التيبل، وقلنا دوت البيزك يونت. الفيو ده صوره من التيبل. السيكونس دوت حاجه كده بيعد لي ارقام متسلسله غير متكرره. الاندكس ده بيعمل لي فهرس. السينونيم ده اسمه مستعار. واتكلمنا عن الموضوع ده وقلنا عشان اسمي تيبل لازم ابدا بحرف ما يزيدش اللينس بتاعي من 1 الى 30. ببدأ الحروف بتاعتي من A to Z capital، A to Z small، من 0 ل 9 ارقام، علامة الاندر سكور والدولار ساينز والهاش. يعني انا ممكن اعمل اقول له A S 0 1 2 3 واقول له هاش كده. انا ممكن اسمي ده جدول، ده اسم جدول، تمام؟ مش هعترض. ما ينفعش اسمي اتنين في نفس اليوزر، ما ينفعش ادي اسم جدول اسمي جدولين بنفس الاسم في نفس اليوزر. ما ينفعش استخدم الكلمات المحجوزة اللي هي الاوامر اللي احنا بنستخدمها في الاوراكل، تمام؟ وقلنا عن اتكلمنا على الداتا تايب. الحاجات المهمة احنا عندنا بار تشار وتشار. حد يقدر يقول لي ايه الفرق بينهم؟ بالناس اللي حضرت امبارح بالظبط كده. لو سمحت يا جماعة كل الجست يغير اسمه، اللي جست رقم يغير اسمه من فوق، استسمحكم يعني. طيب الفارتشار والتشار، احنا قلنا ان الفارتشار بالظبط الليمت بتاعه بالظبط كده يا باشمهندس خالد. الليمت بتاع الفارتشار 4000 بايت، تمام؟ فاريبل. يعني ايه فاريبل؟ احنا قلنا لو انا هخزن في الكولم ده هخزن ده مساحته 30، هدخل حرف اسم 4 حروف، هيدخل لي ال4 حروف بس عارف ومتأكد ان انا عندي فيزيبيليتي لحد ال30، ما عنديش 30. اما التشار هيسيب لي في الداتابيز ال30، هم ال30، تمام؟ مش هيعمل لي يعني، او ده طبعا بياخد مساحة كبيرة. فالافضل احنا بنستخدم الفارتشار 2. النمبر ده داتا تايب خاصة بال
بالارقام. الديت ده خاص بالتواريخ والتايم. اللونج وقلنا ده عليه مشكله ان هو ريستريكتد، ان انا ما ينفعش اعمل تو كولمز لونج في نفس التيبل، ما ينفعش اتاخد كوبي، ما ينفعش اعمل عليه كونسترينت. السي لوب ده كاركتر لارج، كاركتر لارج اوبجكت، يعني عالجنا اللونج ونزلنا سي لوب وده اب تو 4 جيجا. الرو اند اللونج رو دوت نوع داتا تايب بنستخدمه بس ما عندناش بنستخدمه لانه غير مستخدم في البي ال. البي لوب والبي فايل، البي لوب ده باينري داتا بيشيل 4 جيجا، والبي فايل ده بيشيل بره اكسترنال فايل، بره الداتا بيس بيشيل على الهارد. الرو اي دي دوت كولم الاوراكل بيزوده عندك، لو انت قلت له سيلكت الرو اي دي فروم الامبلويز هتلاقي كولم كده غريب ظهر لك، ده كولم سكيورتي وفي الرو نمبر. انا بتكلم بسرعه انا عارف عشان الكلام ده اتشرح امبارح. عندنا التايم ستامب الانترفال يير تو مانث والانترفال داي تو سكند. التايم ستامب دوت بيجيب لك التاريخ والساعه والدقيقه والثانيه، الوقت كامل. الانترفال يير تو مانث لو انت عندك شويه سنين انت عايز تشوفهم كام شهر فبتستخدم الانترفال يير تو مانث. الانترفال داي تو سكند لو انت عندك مده بالايام عايز تشوفها كام ساعه فبتستخدم الكلام ده. تمام، وجينا اتكلمنا على الكونسترينت. احضر اتكلم احضر حتى لو ما فهمتش حضرتك. المحاضرات بتسجل فيديو وهتنزل كل المحاضرات السابقة وهتنزل دي تاني تتفرج عليها وهتلاقي نفسك فهمت. ولو في اي حاجة واقفة معاك كلمني وانا تحت امرك، واستسمحكم بعد اذنكم محدش يقاطعني وانا بشرح، يعني عايز تسأل تسأل في اللي انا بشرحه. تمام، مش هتسأل في اي حاجة تانية في اخر المحاضرة او في البريك. نوت نال واليونيك والبرايمر كي والفورين كي والتشيك، نيجي نتكلم على واحدة واحدة. انا عايز اعمل كونسترينت، يعني ايه كونسترينت؟ شرط على ال شرط على ال ثانية واحدة يا جماعة وانا جاي، ثانية واحدة وجاي. المهم نرجع تاني لموضوعنا علشان ابدا اكتب كونسترينت على التيبل. الناس معايا؟ طيب عشان ابدا اكتب كونسترينت انا عندي طريقتين كتابه، طريقتين كتابه. خلي بالك وركز في الكلام دوت عشان الناس تتلخبط في الطريقه الثانيه. الطريقه الاولانيه اسمها على مستوى الكولم، اسمها كولم ليفل. يعني ايه كولم ليفل؟ يعني انا بقول له اسم العمود الداتا تايب بتاعته قبل الكوما بينه وبين العمود التاني بقول له خلي بالك انا هعمل كونسترينت جديد اسمه كذا، ان شاء الله تسميه حماده، ده اسم عادي، ده اسم انت بتدي له اسم، ونوعه برايمري كي مفتاح اساسي، واقول له الكوما واكتب العمود اللي بعد كده. دي طريقه كتابه. في بعض الناس بتحب تكتب كل عمود بالكونسترينت بتاعه، في ناس تانية بتحب تكتب الاعمده كلها تحت بعض كلها كده تمام، ويقول لك في الاخر انا هعمل كونسترينت اسمه كذا نوعه برايمر كي بس انا هحطه هنا بقى لازم اقول له انه عمود واحدد العمود. هنا في طريقه الكتابه ديت بيبقى على عمود بس اللي هو اسمه امبلوي اي دي مش الاعمده كلها، لان في بعض الناس في بعض الطلبه لا بيتلخبط ان هو يكون على عمود على التيبل كله، لا هو على عمود الايه الامبلوي اي دي. وعندي طريقه كتابه تانية ان انا ممكن ما اسمهوش ما ادولوش اسم فمش هضطر ان انا اكتب كلمه كونسترينت. اللينك هتحط حاضر هي بتتسجل وبتترفع. انا ممكن ما اكتبش كونسترينت تمام ومش هدي له اسم، فبالحاله ديت الاوراكل هو هيدي له اسم وهيبدا بكلمه اس واي اس اندرسكور سي ان تمام، واقول له ايه ده نوعه ايه نوعه نوت نال. طب نمسك كده نشوف النوت نال. النوت نال يعني ايه نوت نال؟ يعني ما ينفعش اسيب العمود فاضي، ما ينفعش اسيب العمود فاضي، لازم احط فيه قيمه. هل في موظف في الدنيا ملوش اسم؟ يبقى لازم احط اسم فين؟ في ال احط اسم على في الموظف. في موظف ملوش تاريخ تعيين؟ لا لازم يتحط له تاريخ ايه؟ تعيين. نطنل يعني لازم يتساب فاضي. طب اليونيك، هل حضرتك صادفت ان اتنين في مستوى العالم كله ليهم نفس الايميل؟ استحاله. كل ما تيجي تعمل ايميل يقول لك لا خلي بالك ان في ايميل ده موجود قبل كده غير الاسم لو سمحت.
تمام، فيونيك ان هو ما بيتكررش. طب هل في موظف ما عندوش ايميل؟ اه عادي، يعني ممكن يتساب فاضي بس ما بيتكررش. لو حطينا الاتنين على بعض، خصائص ده خصائص ده وخصائص ده، هيطلع لنا البرايمري كي. البرايمري كي ده جامع بين النوتنال وبين اليونيك، ده ما ينفعش يتساب فاضي وما ينفعش يتكرر. طريقة كتابة اليونيك اهو، كتب هنا وقال له كونسترينت اسمه كذا، ينوعه يونيك على العمود اللي اسمه ايه؟ ايميل. هل دي طريقة كتابة تيبل ليفل ولا كولم ليفل؟ ها؟ تيبل ليفل تمام. واللي فوق ديت دي كولم ليفل تمام. بدأنا نفهم القصة، وقلنا البرايمري كي بنفس الطريقة ان هو بجامع بين الحاجتين مع بعض. طب نركز قوي 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 في الحتة ديت، اللي انا ان انت لو فهمتها يبقى هتعرف تعمل قاعدة بيانات كويسة وسليمة وصحيحة، تمام. وده اللي بيفرق من واحد فاهم ومن واحد مش فاهم، وده اللي بيفرق من واحد عايز يعمل حاجة كويسة وحاجة كرواتة وخلاص. دلوقتي وضربت مثال عن الموضوع دوت، حضرتك لو طلعت البطاقة بتاعتك من المحفظة بتاعتك هتقرا الاسم، هتلاقي مثلا احمد محمد، يبقى انت عندك اسم وبعديه اسم باباك، فبالتالي لازم باباك ان هو اساسا جه في الدنيا الاول عشان بعد كده جابك. فبنفس الطريقة بنفس الكونسبت ده مفهوم البرايمري كي والفورين كي. انا عندي اب وعندي ابن له. دلوقتي لما اجي اقول لك انا هفتح شركة جديدة، انا عايز اجيب الموظفين اقعدهم كده قدام الارض اللي انا هبني فيها الشركة لحد ما ابني وارمي الاساسات واشطب وافتح المكتب، هل ينفع الكلام ده؟ لا طبعا، انا ببني الشركة الاول، وبعد كده بعد ما ببني الشركة بقول بعمل اعلان يا موظفين تعالوا انا عايز اعين موظفين عندي. فالاساس عندي الادارة، يبقى الادارة ديت هي الاب، الادارة دي هي الاب، فبالتالي هي الجدول اللي بيتعمل الاول الادارة. ادي جدول الادارة، عملنا جدول الادارة، طبعا في عمود اسمه برايمري كي رقم الادارة. انا بعد ما بنيت الادارات بتاعتي عايز اعين موظفين، وهقول للموظف ده شغال في الادارة رقم كذا، فبالتالي انا هاخد العمود ده كده زي ما هو بنفس الاسم، بس نوعه بدل برايمري كي هيبقى نوعه اسمه ايه؟ فورين كي. الكلام ده واضح؟ كلام جميل قوي. إيه طيب، هنشرح التشيك وناخد المثال اللي احنا عملناه امبارح. طيب قبل ما نشرح التشيك، طريقة الكتابة، انا عايز دلوقتي اعمل كولم جدول في عمود فورين كي. قبل ما انشئ العمود ده الجدول ده اصلا، لابد وحتما وواجب عليك ان انت تعمل ابوه مين؟ الديبارتمنت، الديبت، تمام. فهعمل الديبت الاول، بعد كده انشئ التيبل التاني اللي هو الامبلويز، واقول له خلي بالك انا هاجي عند الديبارتمنت اي دي هنا واقول له كوما، اقول له كونسترينت، انا هعمل شرط هسميه كذا، ان شاء الله تسميه لولو، حماده، اي اسم، ده اسم الكونسترينت بتاعك، وهنعرف احنا بنسمي ليه دلوقتي. نوعه ايه يا عم الحاج؟ نوعه فورين كي. نوعه ايه؟ فورين كي. على انه عمود؟ على العمود ده، العمود ده اسمه ديبارتمنت اي تي، ده بتاع مين ده العمود ده؟ حد يعرف يقول العمود ده جدول انه جدول؟ العمود اللي انا معلم عليه ده بتاع انه جدول؟ امبلويز ولا ديبارتمنت؟ الناس اللي ما ذاكرتش، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. لا ما ذاكرناش يعني. العمود اللي انا معلمه دوت هو يعني يا جماعة نهدى كده وبستهدى بالله عشان ما ازعلش. كونسترينت اسمه كذا، نوعه فورين كي،
واديته اسم عمود فورين كي. يا نهار ابيض، امال اللي تحت ده يبقى بتاع مين؟ ما في في اتنين ديبارتمنت اي دي اهو، ادي واحد اهو فوق وادي واحد تحت. اللي فوق ده بتاع مين؟ بتاع الامب. الحمد لله بالسلامة. الناس كلها قالت ديبارتمنت. ده بتاع الامبلوي، ده العمود اللي اتحط في اللي هو ده، بص على الرسمة اللي هو ده. تمام، خلي بالك ان في ديبارتمنت اي دي تاني اهو. بص الريفرنس بقى بتاعك جدول الديبارتمنتس، انت هتبقى مربوط مع جدول الديبارتمنتس على العمود اللي اسمه ايه؟ ديبارتمنت اي دي برضه. ديبارتمنت ايه؟ اي دي برضه. فدي طريقة الكتابة بتاعت الفورين كي والبرايمر كي. اعيد الكلام ده تاني. طيب في حاجتين مهمين قوي لازم تكون واخد بالك منهم. حاجه اسمها الريفرنشال انتجريتي، التكامل المرجعي. يعني ايه التكامل المرجعي؟ يعني تكامل البيانات. ايه هو تكامل البيانات دلوقتي؟ انا لما يجي مثلا موظف جديد يتعين عندي، فبالتالي لازم احطه في اداره، هديله رقم الاداره رقم 1000. تمام، هيخش هنا هكتب له رقم 1000. الوركة هروح مزعق، انت بتهزر؟ انت هتعين الراجل ده في الهوا يعني؟ مثلا انا ما عنديش في جدول الديبارتمنتس الجدول الاب بتاعي رقم اداره بيساوي 1000. فبالتالي رقم واحد، لو انا هدخل موظف جديد وهدخل في عمود اللي هو الفورين كي، لابد وحتما ان يكون البيانات اللي موجوده اساسا متسجله الاول في جدول الادارات. ما ينفعش ادخل بيان مش موجود في جدول ايه؟ الادارات. ما ينفعش احط رقم اداره مش متسجل في جدول الادارات. وبالعكس، ما ينفعش امسح بيان من جدول الديبارتمنتس في موظفين. يعني اداره 60 ديت، لو جينا في جدول امبليوس هتلاقي 1 2 3 في اداره 60. هاجي هنا هقول له ديليت فروم الديبارتمنتس وير ان الديبت اي دي بيساوي كام؟ 60. هيقول لي انا اسف، انت كده بتهد الاداره على الموظفين، انا اب وليا ولادي، هتيتم ولادي في ولادي كده هيتيتموا، طلع ولادي وبعدين امسحني. يعني امسح الثلاثه دول الاول او انقلهم ادارات تانية، بعد كده امسح اداره 60. تمام، يعني ما ينفعش امسح اداره فيها موظفين عشان التكامل المرجعي. طب هل في طريقه ان انا ممكن امسح بيها؟ قال لك اه في طريقه. قال لك لو انت جيت وانت بتنشئ الكود بتاع التيبل وقلت له حاجه اسمها اون ديليت كاسكيد. يعني ايه اون ديليت كاسكيد؟ يعني انت جيت هنا بعد ما كتبت التيبل ده وقبل الكوما اقول له ايه؟ اون ديليت كاسكيد. تعمل ايه اون ديليت كاسكيد؟ دي خطيره جدا، ولو مش عارفها ما تستخدمهاش، خطيره جدا، يعني ممكن تدمر لك الداتابيس بتاعتك لو انت مش بروفيشنال، يعني تكير منها قوي. لما تيجي تقول له ديليت كاسكيد وهتقول له مثلا ديليت فروم الديبارتمنت وير ان الديبارتمنت اي دي فروم 60 بيساوي 60، هيدلت وهيمسح. كلام جميل. وايه كمان؟ ده هيدلت الناس دول، هيدلت دي، هيمسح دي خلاص، وهيمسح دول الثلاثه دول، وهيدمر العلاقه. شوف بيعمل كام حاجه خطيره 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 خطيره، يعني بتدمر لك العلاقه وبتمسح لك الموظفين وبتبوظ لك الدنيا. فلو انت مش عارف تستخدمها ما تستخدمهاش، بس اعرف انت عندك حاجه زي كده. الحاجه الثانيه اللي هي اون ديليت سيت نال. يعني ايه اون ديليت سيت نال؟ يعني انا جيت وانا بنشئ الكود وجيت قلت له هنا اون ديليت سيت نال، هقول له ماشي امسح يا باشمهندس اداره 60. حاضر، مسحتها. هيجي هنا على عمود الفورين كي، هيجي عند 60 دي و60 دي و60 دي، هيشيلهم ويحط نل، بس الريفرنشال الريليشنال العلاقه موجوده، مش هيدمر اي حاجه. تمام، بس الكلام ده بيتكتم فين؟ وانت بتنشئ الكود، وانت بتعمل الكود. نيجي على التشيك. التشيك ده انا يعني ايه؟ انا بعمل كونديشن معين على الكولوم. انا ما تدخليش بيانات بتساوي صفر في عمود السالري، ما فيش موظف بياخد صفر. تمام، بقول له ان السالري اكبر من كام؟ من صفر. او انا مثلا ما فيش موظف عندي هياخد اقل من 1000 جنيه، اقل موظف عندي هياخد 1000 جنيه، ما فيش واحد هياخد 950 جنيه. فاقول له ان ان السالري اكبر او يساوي كام؟ 1000 جنيه. هيجي الموظف بيدخل بيان، هيدخل 900، يقول له ما مش هقبل،
ما في تشيك كونسترينت على عمود السالري. تمام؟ طيب ادي جدول جميل. بس قبل ما نتكلم في الموضوع ده تيجي نشوف الموضوع بتاعنا اللي هو المثال بتاع المرة اللي فاتت. انا دلوقتي جعان وعايز انزل واخد شوية من صحابي وانزل اتمشى بالعربية واروح كارفور. دخلنا كارفور بقينا اسمنا ايه؟ اسمنا كاستمر، عميل، عميل في كارفور. وبما ان انا كل يوم في كارفور مش لاقي حاجه اعملها، فانا ليا رقم معين، يعني انا ليا كود معين، تمام، وبطلب كل شويه طلبات، كل شويه طلبات، كل شويه طلبات. فانا عندي الكاستمر والاوردر، انا كاستمر وحضرتك كاستمر واللي جنبك كاستمر ومش عارف مين كاستمر كاستمر كاستمر، وعندنا شويه طلبات طلبات طلبات. طب انا هاخد لما انزل كارفور هنزل مثلا اشتري علبه بيبسي واطلع؟ لا طبعا، بشتري شويه حاجات كتيره وبطلع. كلام جميل. والطلبات اللي انا اشتريتها ديت مين اللي اشتراها؟ انا. ففي ريليشنال بين الكاستمر وبين الاوردر. ايه هي؟ ان شويه من الكاستمر دي بتشتري شويه من الاوردر دي، والاوردرات ديت ماشي يا فندم اتفضلي، والاوردرات ديت مين اللي بيشتريها؟ شويه الكاستمر دي. ففي ريليشنال اسمها ميني تو ميني. اسمها ايه؟ ميني تو ميني. طبعا الاوراكل ما بتعرفش حاجه اسمها ميني تو ميني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما الاوراكل ما بتعرفش حاجه اسمها ميني تو ميني. فاقول لك ايه؟ قال لك يا باشا انت كلامك جميل، هنعمل هنا عمود 2 3 كده. ده الاي دي بتاع الكاستمر، وده اسمه وده سنه وده عنوانه. الاي دي دوت نوعه برايمري كي، الكونسترينت اللي عليه ايه؟ برايمري كي. وهنيجي هنا هنعمل 1 2 3. هنا في رقم للاوردر، خلي بالك ان هنا في رقم للاوردر اسمه اي دي، اي دي اوردر، نوعه برايمري كي برضو. انا عايز اربط ده بده او ده بده. مين الاب ومين الابن؟ ها، مين الاب ومين الابن؟ عميل الاب، العميل، عميل لاسرائيل ولا عميل لمين بالظبط؟ هو ده اللي هو الخاف. العميل ده، العميل هو الاب، العميل ايه؟ هو الاب. تمام. فبالتالي ده الاساس بتاعي، ده اللي هيتعمل رقم واحد. خلاص عرفت ان الجدول ده هيتنشئ رقم واحد. تمام. الاوردر ده الابن. طب انا عايز اجيب ده هنا، فهجيب عمود، هجيب اغير اللون بس بتاع القلم، هجيب الاي دي ده واحطه هنا برضو، واقول له هنا انت عندك برضو اي دي بس للكاستمر ده نوعه فورين كي. انت خلي بالك كده، انت لما بتيجي تروح تشتري الاوردر يبقى عندك هيدر للريسيت اللي هي الفاتوره، في اسمك وفي رقم الاوردر والكود بتاعك، صح؟ وبعد كده اللي هي الديتيلز بتاعت الاوردر، انت اشتريت الايتمز كتير. فهنا عندنا جدول تالت اسمه ايتمز، عندنا جدول تالت اسمه ايه؟ ايتمز. تمام. الايتم ده له رقم، له رقم، هياخد رقم الاوردر بقى، هياخد عميل بعد اذنك. ماشي، هنطبقها عميل. هياخد رقم الاوردر هنا. تمام. والبرودكت بقى. طب ما تيجي نكتب بقى الكود ده، هنكتب الكود ده ازاي؟ ركز معايا.
هنكتبه مع بعض عملي نظري دلوقتي هنا، وبعد كده هنعمل شير ونطبقه عملي. هقول له ايه؟ الناس الاول ال 26 واحد اللي معايا مركزين معايا، يعني معايا الناس معايا، كلام جميل قوي. لا يا جماعه، لو حد وقع منه حاجه في الحته دي بالذات يوقفني، يوقفني، ان الحته دي اساس ان انت تعمل داتابيز كويس. هقول له كرييت الكاست، لا كده انا غلطان، كرييت ايه؟ كرييت تيبل، صح الكلام. اسمه ايه؟ اسمه كاست، واروح فاتح قوسين واخش جوه، واخش ايه جوه. حاول، لازم طبعا لازم تكون منظم شغلك كده، ومنظم انت بتكتب ازاي، مش تكتب وخلاص. انا عندي اول حاجه الاي دي اندرسكور ايه كاست، نوعه ايه؟ نوعه نمبر. اللينس بتاعه كام؟ اللينس بتاعه مثلا 5، بياخد 5 ارقام جنب بعض. هنكتب تيبل ليفل ولا كولم ليفل؟ هنكتب مثلا كولم ليفل. هيبقى نوعه ايه؟ نوع برايمري كي، انا هكتبها بي كي كده عشان نعرف ايه اختصارا يعني للوقت. بي كي، طبعا هي ما بتتكتبش كده، انت بتكتب برايمري اندرسكور كي، برايمري اندرسكور ايه كي، هنعرف ان ده ايه بي كي. هننزل تحت كوما، تحت محتاجين ايه؟ اسمه نيم اندرسكور كاست، نوعه ايه؟ نوعه فار اتش ار 2. اللينس بتاعه كام؟ هنقول مثلا هياخد كام؟ اسمه هياخد 50 كاركترز، وهخليه نوت نال، لازم تدخل فيه قيمة. تمام، محتاجين كولم كمان، محتاجين كولم كمان اللي هو ايه؟ مثلا الاد اندرسكور كاست اللي هو الادرس يعني العنوان بتاعه، نوعه ايه؟ مسافة كده. نظم شغلك، يبقى كلهم كده داتا تايب كلهم تحت بعض، واسامي الاعمده كلها تحت بعض. نوع ايه؟ نوعه فار اتشار 2، واقول له انت برضو 50. تمام، كلام جميل، كلام جميل. كريت اول جدول، كريت اول جدول اللي هو الاب بتاعي. نكريت الجدول التاني، هنكريت الجدول التاني، اقول له كرييت تيبل، اسمه ايه؟ اسمه اوردر، افتح قوسين واقفلهم وخش جوه. انا محتاج دلوقتي ايه؟ محتاج رقم الاوردر. هقول له اي دي اندرسكور اورد، نوعه ايه؟ امسك مسافه كده واقول له نوعه نمبر، وافتح قوسين واخش جوه واقول له انت هتاخد 5 ارقام جنب بعض، وانت نوعك ما بتتكتبش كده على فكره، انا بختصرها بس، ده برايمري كي. واقول له كوما، انا محتاج بقى اربط ده بده. هقول له ماشي، انت عندك هنا، اقول له اي دي اندرسكور كاست، مش شرط تسميه نفس الاسم، مش شرط تسميه نفس الاسم اللي فوق عادي، بس يفضل انت تسميه نفس الاسم، يفضل انت تسميه ايه؟ نفس الاسم. نوعه ايه؟ نوعه، بس خلي بالك بقى المشكلة اللي الناس بتقع فيها، الداتا تايب بتاع العمود ده ايه؟ انا هسميه مثلا، مش هسميه كده، هسميه اي حاجة، هسميه كاست اي دي، يعني مش هسميه اي دي كاست، يعني ممكن تغير فيه يعني مش مشكلة، بس خلي بالك وركز معايا قوي. هنا نوع ايه؟ ها ده، طيب دي نوعها ايه؟ رقم. ما جيش هنا واقول له لغرق، انا هخليها فيرتشار. هنا انت عملت البرايمري كي اللي في العمود الاب نمبر، يبقى هنا لازم تحت يبقى نمبر، فوق فاريت شار يبقى تحت فاريت شار. تمام، خلي بالك من دي، وتكير فيها، لان انا
بلاحظ ان في بعض الطلبه وشفتها قدامي وانا بشرح معاها القدوه مسلحه بتقع في الحته دي، يروح عامل الفوق نمبر البيرنت نمبر وتحت يقول انا هعمله فاليد شار. تمام، يبقى تحت نمبر هنا نوعه 5، مش ممكن، ممكن تزود فيه عادي. بس هنكتبها ازاي بقى؟ انا عايز اكتبها كولم ليفل، انا عايز اكتبها كولم ليفل. انا ممكن اقول له ايه من غير ما اقول له فورين كي ولا برايمري كي؟ هعملها ازاي؟ هقول له انت الريفرنس مش عارف انا كاتبها صح ولا غلط، بس ما علينا. ريفرنس عمود الجدول اللي اسمه ايه؟ كاست، وراح فاتح قوسين واقول له عمود الكاست اي دي. الاي دي لا، خلي بالك بقى، مش هقول له هنا كاست اي دي، لا، بنفس الاسم اللي هنا اهو، كوبي اهو، بيست اهو. يبقى كده هو من غير ما اكتب فورين كي، هو كده اوتوماتيك عارف ان هو فورين كي، هو كده اوتوماتيك عارف ان هو فورين كي. هو كده اوتوماتيك عارف ان هو ايه؟ فورين كي. تمام، هو كده عارف ان هو كده فورين كي. ممكن اقول له، بس بعد بقى من غير ما تكتب فورين كي، هو كده اوتوماتيك عارف ان هو فورين كي. مين الحاجه الوحيده، اللي بياخد ريفرنس؟ ها، بالعقل كده، باللوجيك، مين الحاجه الوحيده اللي بتاخد ريفرنس؟ الفورين كي، صح. فانا لو كتبت ريفرنس كاست واسم ال اسم الكولم، خلاص عرف ان هو كده اوتوماتيك ان هو فورين كي. هل في طريقه تانية يا باشمهندس ان انت نكتب بيها كده؟ اه، ممكن ناخد الكلام ده كات كده ونيجي تحت بس كده نكمل. هقول له اسم الاوردر، اورد نيم، او ماشي، كفايه الاتنين دول، كفايه الاورد، يهمني بس رقم الاوردر ورقم الكاستمر. وهيجي كده اقول له كوم، هقول له كلمة كونسترينت بقى، كلمة كونسترينت. تمام، اسمه مثلا اورد اندرسكور كاست اندرسكور اف كي. ده ادب كتابة. يعني ايه ادب كتابة؟ ان شاء الله تسميه حمادة، اسميه حمادة، اسم الكونسترينت حمادة. تمام، نوعه ايه؟ نوعه فورين كي. تمام، على مين؟ على انه جدول، على العمود، على انه عمود، على العمود، الايه اللي اسمه كاست اي دي اهو. مين الريفرنس بتاعك؟ تحط له بقى الكلمه اللي انا كنت كاتبها من شويه اهي. يبقى انت عندك دي طريقه، هتكتب له كلمه كونسترينت كامله، هتسمي له اسم، هتكتب له فورين كي، هتقول له على العمود، العمود اللي عندك في الجدول اللي انت شغال عليه اهو، هينزل هنا، هتقول له الريفرنس بتاعك الجدول اللي فوق والعمود ده. يبقى انت عندك طريقتين كتابه، اي ايا يكن بقى اللي يريحك، تكتب بيه. تمام كده، فاهمين؟ تمام، محتاجين بقى نعمل العمود الرابع. العمود الرابع كرييت تيبل اسمه ايتم، وافتح قوسين واقول له انا عندي اي دي ايتم برضو، اي دي ايتم نوعه نمبر، اللينس بتاعي 5 مثلا، وده البي كي بتاعي. طبعا بتتكتب برايمري كي كامله، انا بختصر بس. ها، مين اللي هيرتب، مين هربط مين بيه؟ ها، هربط الاوردر بالايتم، فهحتاج ان انا اقول له ايه؟ مين البرايمري كي اللي هنا؟
الاي دي اورد، انا هغير اسمه، ولا اقول لك اخليه زي ما هو اي دي ايه اورد، بس انا هقول له نوعه نمبر، اللينس بتاعي 5 تمام، بس هكتبها له كده ريفرنس على طول اهي. وهنا اقول له ايه item underscore name var hr2 واللينس بتاعه مثلا 50. الكلام ده مفهوم؟ ده اللي انا كنت طالبه منكو المرة اللي فاتت امبارح، تكتب لي الكلام ده. طبعا امبارح عشان كان ورايا ميتنج فكانت المحاضرة سريعة شوية. الكلام ده اتفهم؟ ايه اللي انه جدول بيتكريت الاول وانه جدول بيتعمل الاول والكلام ده؟ يا ريت الناس كلها تقول لي، يعني احنا كنا 30 دلوقتي بقينا 20، في 10 مشوا. طيب يعني انا لما اخلص الشابتر 10 ده اخلص الشابتر 9 هناخد بريك مثلا 10 دقايق، هديك تاسكايه تبعتها لي تاني. ايه اللي حضرتك مش فاهماه يا باشمهندس نجلاء؟ اعيد تاني منين؟ الجدول الأخير نفس طريقة عمل الجدول التاني، ده عندي الأوردر ده أب للأيتم، أب للأيتم، فبالتالي هو اتعمل الأول خلاص، هو اتعمل ده، هو اتعمل ده خلاص تمام. هاجي أعمل الأيتم هيرتبط بمين؟ هيرتبط بالأوردر، مش ماليش دعوة بالكاستمر. عملت الأي دي بتاع الأيتم، قلت الاي دي اوردر نو نمبر تمام، الريفرنس بتاعي جدول الاوردر على العمود اللي اسمه اوردر اي دي بس. يعني انت عندك طريقه كتابه الريفرنس الفورين كي اهي، وطريقه كتابه الفورين كي اهي. نيجي بقى للسلايد بتاعتنا ونشوف هو كان بيكمل بيقول ايه. هنا هو هنا كاريت جدول اسمه جدول امبلويز تمام. قال له ايه؟ كرييت تيبل اسمه امبلويز. طبعا احنا لو خدنا الكود ده بس نغير الجدول الامبلويز ده باسم تاني هيتكريت معانا، لو خدناه كده مش هتكريت لان عندنا جدول اوريدي اسمه ايه امبلويز. بص بقى خلي بالك، فتح القوس وقفله تحت اهو ودخل جوه، يعني لازم تفتح القوس وتقفله عشان ما تنساش، تعود كده يعني. كتب اول عمود قال له employee underscore id نوعه نمبر، هاخد اللينس بتاعي كام؟ 6. نفتكر كده الاربع خطوات بتوعنا. رقم 1 ها اسم التابل، برافو. رقم 2 اسم للعمود. رقم 3 نوع الداتا تايب، نمبر ولا فارشار. رقم 4 السايز بتاع الكولم. بص كده نطبق الاربع خطوات دول على الكلام اللي احنا بنعمله. 1 ادي امبلوي اهو اسم الجدول، ماشي برافو. اسم العمود، ده جاب اسم عمود كويس زي امبلوي دي. ها جاب رقم نوع داتا تايب، قال برافو. نمبر جاب لينس، ده 6، هياخد 6 ارقام جنب بعض. ها مفهوم الكلام ده؟
جه هنا على النمبر قال لك لا بص قبل الكوما، بص مفيش كوما مفيش كوما مفيش كوما، يبقى عمل كونسترينت. كونسترينت اسمه ايه؟ امب اندرسكور امب الوي اي دي، سمى اختصار للجدول واسم للعمود كده خلاص، اتعود كده عشان تيجي تسمي اسم للكونسترينت بتاخد اختصار من اسم الجدول واختصار من اسم العمود. تمام. نوعه ايه يا اوريكل يا جميل انت؟ قال لك نوعك برايمري كي، وعمل كوما اهي كوما اهي، فيرست نيم فارت شار 20 ماشي ما حطش حاجه، لاست نيم كوما لاست نيم فارت شار 25 لا مفيش كوما مفيش كوما، قال لك كونسترينت اسمه امب اندرسكور لاست نيم اندرسكور ان ان، ده نوت نول ما ينفعش يتساب فاضي. بعد كده ايه؟ كوما كونسترين ايميل نوعه فار شار 25، بقى ركز معايا، كونسترينت اسمه كذا نوعه كذا مفيش كوما، كونسترينت اسمه كذا نوعه كذا، يعني يبقى انا ممكن ادي اتنين كونسترينت في نفس الوقت؟ قال لك لو انت اديت النوت نال واليونيك الاتنين دول بقوا ايه؟ العمود ده خد خصائص ايه؟ برافو. البرايم البرايم كي، الفون نمبر فاليد شارت 20، الهاير ديت ديت كونسترينت حط عليه كونسترينت نوت نال ما ينفعش تساب فاضي، كوما الجوب اي دي مش عارف ايه كونسترينت اسمه كذا نوت نال ما ينفعش تساب فاضي، السالري نوعه كذا. ايه ده 8 كوما 2، يعني ايه الكلام ده؟ يعني 8 ارقام صحيحه و2 فراكشن اللي هي ارقام عشريه. كونسترينت اسمه كذا نوعه تشيك ان هو يبقى اكبر من الصفر، يعني الموظف لو ما نامش من امبارح وقاعد بيسقط قدام الكمبيوتر ونسي وكتب صفر تمام، يقول لك انا اسف ما ينفعش تدخل قيمه صفر، مفيش مرتب بالصفر. تمام. مش الاتنين برايمر كي، هو خد بص بص البرايمر كي بيتقال صراحه كده برايمر كي، انا عايز ادي عمود تاني صفات البرايمر كي. ايه هي صفات البرايمر كي؟ ما ينفعش يتساب فاضي وما ينفعش يتكرر، يبقى انا عندي كده عندي لازم كل موظف يتعين لازم يتحط له ايميل، ولازم الاتنين ما ينفعش اتنين بنفس الايميل. تمام. عمل عمود كوميشن بي سي تي نوعه نمبر، عمل عمود مانجر اي دي، لا ما ينفعش تكتب اتنين برايمر كي في نفس الجدول. عمل عمل عمود مفيش حد له ابين صح، هو كده البرايمر كي هو اب الـ اب الـ اب الجدول يعني بالدارج كده بالبلدي يعني. الديبارتمنت اي دي بقى ركز معايا هنا، ديبارتمنت اي دي قال لك كونسترينت اسمه بالظبط كده، كونسترينت اسمه كذا ما قالش فورين كي، ها ما قالش فورين كي ما قالش فورين كي، ريفرنس ديبارتمنت اي دي العمود الديبارتمنت اي دي، يبقى هنا ما قالش فورين كي ليه؟ عشان كتب ريفرنس على طول. تمام. وممكن ما تدوش اسم كمان، اكتب له ريفرنس على طول من غير اسم. ايه بقى فايده الاسم وبيعمل ايه؟ لو انا مثلا محتاج ان انا اوقف واعطل الكونسترينت ده وما نفذوش يعني اوقفه ولا كأنه موجود يعني تمام، ممكن اقول له ديسيبل او انيبل، لا الريفرنس دي بتختصر كتابه الفورين كي وليس البرايمري كي يا فادي، العمود ده فورين كي جاي من جدول تاني. تمام. طبعا لو انا جيت كريت الجدول ده من غير ما كريت عمود الفورين البرايمري كي، ايه الفرق بين الكونسترينت والريفرنس؟ طب حد يعرف يرد عليه ولا ارد انا؟
الكونسترينت ده الشرط بتاعي على الكولم، ما ينفعش انا مقيد. بص انت ينفع تركب حصان من غير اللجام؟ ينفع تركب حصان من غير لجام؟ خلاص هو كونسترين ده لجام، لجام بلجم الكولم، تمام. طب ينفع حصان يمشي يجري لوحده من غير ريفرنس بتاعه؟ الريفرنس بتاعك ده بقول له ارجع وتأكد من البيانات اللي انت بتحطها من جدول الاب بتاعك، تمام كده. طيب بص بقى وركز معايا الحته اللي انا كنت بقولها وانا بشرح الفورين كي. بقول له روح ابديت، اعمل لي ابديت للجدول الامبلويز، ست ان الديبارتمنت اي دي بيساوي كام؟ 55. هوير ان الديبارتمنت اي دي بيساوي كام؟ 110، تمام. قال لك انتجريتي كونسترينت برايمري كي نوت فاوند. برايمري كي ايه؟ نوت فاوند. انا ما عنديش اداره اصلا رقم 55 عشان اعمل لها ابديت اصلا، تمام. او موجود عندي اداره 55 وما ما ينفعش. ففي عندنا اهي، ابص اهي اداره 55 doesn't not exist، مش موجوده اصلا. ففي عندنا حاجه اسمها ايه؟ ريفرنشال انتجريتي، التكامل المرجعي. بص بقى ركز معايا اهي، delete from الديبارتمنتس where ان الديبارتمنت اي دي بيساوي 60. ايه ده؟ انتجريتي كونسترينت. خلي بالك انت عندك تشايلد ريكورد فاوند، انت ليك ابناء، ما ينفعش امسحك اصلا. انت في عندك موظفين، ما ينفعش امسحك لما تمسح الموظفين الاول، تمام. انا ممكن اكاري التيبل واخده كوبي من تيبل تاني، يعني ايه؟ ركز معايا، كرييت تيبل اسمه ديبت 80، ومش هكتب عواميد ولا هكتب اي حاجه، هكتب جمله سيلكت بس. خلي بالك في الحاله ديت لازم نحط كلمه از، اقول له كرييت تيبل اسمه كذا از سيلكت استريك فروم الامبلويز هور ان الديبارتمنت اي دي بيساوي 80. هيروح يجيب لي جميع الموظفين اللي في اداره 80 وياخدهم بالبيانات كوبي في الجدول، وهياخد الاستراكشرز بنفس الاستراكشرز الخاص بجدول الامبلويز وياخد البيانات كمان معاه. هنشوف الكلام ده دلوقتي عملي، تمام. انا عايز اعدل في التيبل، عايز ازود كولم، امسح كولم، كله هنشوفها دلوقتي هوريها لك. احط ديفولت فاليو وادروب كولم، ده في الكتاب التاني في السيكوال، ده من الكتاب التاني من السيكوال، تمام، مش موجود دلوقتي. طب انا عايز امسح التيبل اللي عندي مش عاجبني، عايز امسحه، اقول له دروب التيبل اللي اسمه كذا. عايز امسح، اقول له دروب. تمسح ايه؟ هتمسح تيبل، دروب تيبل اسمه ايه؟ اسمه كذا، تمام. فده بيشيله من جذوره من داتا بيز ويرميه بره خالص، بيمسحه بالبيانات اللي فيه، تمام. ممكن ارجعه بس ديت مش بتاعتنا برضو، بالامر اللي احنا قلناه امبارح اللي اسمه فلاش باك، بس مش بتاعتنا. يعني بكده خلص الشابتر ده. قبل ما اخش على انا اطبق الكلام ده عملي، في مشكله علشان اطبق عملي وهديك تاسك سؤال، تمام. هو هديك بريك ربع ساعه تحله لي وتبعته، اتفقنا؟ طيب الناس بس اتنين ردوا عليا، يعني الباقي مش مركز معايا. روح يا شيخ، تعالى بسرعه. ماشي، يلا انا هعمل شيرنج دلوقتي للداتابيز. ربنا يوفقك يا رب.
هديكوا كل حاجة دلوقتي بس بعد ما اطبق الكلام ده عملي، تمام؟ هديكوا كل حاجة يا باشمهندس منار بعد ما اطبق الكلام عملي. انا دلوقتي كونكت على HR، تمام؟ عايز اكريت تيبل. نبدأ نكتب كريت تيبل. عايز اكريت تيبل، محتاج ان انا 4 خطوات. اول خطوة اسم التيبل، فبقول له كرييت، هكريت ايه؟ هكريت تيبل اسمه كاست، تمام؟ وراح فاتح قوسين وداخل جوه واقول له انتر عشان ابدأ انظم شغلي. هتعمل اي دي اندرسكور كاست، نوعه نمبر، مساحته 5، تمام؟ هخليه برايمري كي. بص برايمري كي بتتكتب كامله اهي، برايمري كي كامله اهي، كوما، نزل لتحت، محتاج نيم اندرسكور كاست، نوعه فار HR2، وهقول له انت 50، تمام؟ نوت نال، كوما، وانزل سطر تحت، محتاج ايه؟ محتاج مثلا الادرس اندرسكور كاست، نوعه فارتشار 2، وافتح قوسين واقفلهم، مساحته مثلا 50، ومش هعمل عليه كونسترينت. عايز اكريت الجدول ده، هكريته اقول له F9 او بلاي. في مشكله، قال لك النيم اوريدي يوزد. انا عندي اصلا تيبل اسمه كاست، فهغير الاسم، اقول له كاست سي مثلا، واقول له بلاي تاني. قال لك التيبل كرييتد، التيبل ايه؟ كرييتد. خلاص انا كريت اول تيبل اهو، عايز اكريت التاني، هقول له كرييت. كرييت ايه؟ كرييت تيبل اسمه ايه؟ سوري، اسمه اوردر، وهغير اسمه مثلا اوردر سي سي مثلا، علشان لو حصل مشكله والجدول اوريدي موجود. يعني محتاج اعمل ايه؟ محتاج اقول له اي دي اندرسكور اورد، نوعه نمبر، مساحته 5، وده البرايمر كي بتاعك، كوما. محتاج احط بقى عمود التاني اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ اي دي اندرسكور كاست، نوعه نمبر، مساحته 5. نو ها حد يغششني؟ ها، ريفرنس بتاعك اللي هو الكاست اندرسكور سي سي، عمود ايه بقى؟ عمود الكاست اندرسكور اي دي. محتاج حاجه تاني في الجدول ده؟ مش عارف، بس ممكن اقول مثلا كفايه الاتنين دول في الجدول ده. قال لي مش كلام غلط. ها، حد يعرف الغلط فين؟ قال لك كاست اي دي. انا هنا بص، خلي بالك، وغلطة انا اصلا انا اقع فيها. انا كاتب هنا اسم العمود مش نفس اسم العمود اللي في جدول الكاستمر، فلازم امسحه كده واقول له خلي بالك انت اي دي كاست مش كاست اي دي. بص كده، قال لك التيبل الكاريت، فلازم العمود ده يبقى نفس اسم العمود اللي في جدول ايه؟ الجدول الاب. محتاجين نعمل الجدول التالت ولا بلاش كده؟ كفايه عشان اديكم التسكايه، تمام؟ عايز احط انسرت بقى، عايز احط انسرت في الجدول ده. هبدا ان انا اعمل انسرت غلط، وبعد كده هبدا اعمل انسرت صح. هقول له انسرت انتو الاوردر سي اس، عندنا عمودين صح؟ خلاص، انا عارفهم، اقول له فاليوز على طول،
تمام، هقول له رقم الاوردر 30 ورقم الكاستمر 8، هشوف هديني صح ولا غلط. اوه ماي جاد، بيقول لي انتجريتي كونسترينت. انت بتهزر، والله العظيم انت بتهزر. هو في كاستمر اساسا رقم 8؟ مش لازم تحط ان انت لازم تحط عندنا الاول بيان في الجدول الاولاني بتاع الاب. فهقول له ماشي انا اسف، نمسح الغلط ده، اقول له انسرت انتو الكاست اندرسكور سي اس. انا عندي ثلاث اعمده، ماشي مش مشكله، خلاص انا عارفهم values. وهروح اقول له دخل لي رقم 9 كوما وافتح سنجل كوتيشن سنجل كوتيشن، ده اسمه احمد. ومش محتاج ان انا لا محتاج ان انا ادخل بيان فيه. هقول له مثلا حط لي نال، او بلاش نال، اقول له مثلا دخل لي الكلام دوت في العنوان، تمام، واقول له بلاي. قال لك وان رو ايه، انسرت، دخل خلاص. طيب خلاص انا اقول له انسرت انتو الاوردر سي اس الفاليوز اللي هي مين، ها مثلا 4 ده رقم الاوردر، و اقول له لازم 9 بقى اللي احنا الرقم اللي احنا عملناه. قال لك وان رو انسرت. كلام جميل، كلام جميل قوي 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 قوي. طب ما تيجي نمسح من الكاستمر هوير ان الاي دي اندرسكور كاست بيساوي 9، وهنشوف هيدينا ايه. قال لك بص، انت الرقم ده له ولاد، له ولاد اللي هو في الجدول التاني، مش هينفع اسمه. بص اهو child record found، مش هينفع امسح الرقم ده علشان فيه متسجل بيان تاني. طيب ده بالنسبه للكرييت والقصه الجميله ديت. هناخد جدول مثلا ننشئه وناخده كوبي من جدول تاني، هقول له كرييت تيبل اسمه مثلا امب اندرسكور اتش يو اس، اي كلام اي حاجه يعني، هاخده كوبي. بص از، ها از سيلكت استريك فروم الامبلويز، اقول له بلاي. قال لك التيبل الكاريت، يا بجد والله. بص كده، اقول له ديسك ديسك ام اندرسكور اتش يو اس اهو. طب اعمل له مثلا سيلكت استريك فروم الجدول ده، بص بالبيانات بتاعته اهي، بالبيانات كلها، تمام. ده كده يعني مراجعة بسيطة وتطبيق عملي بسيط. يعني انا رجعت تاني على البورد، في مشكلة في اللي انا عملته ده. ناس معايا؟ ياريت الناس كلها تتفاعل معايا علشان احس ان انا وصلت المعلومة كويس. طيب اديكوا تاسكايه يعني علشان وديكوا ربع ساعة تحلوها وتبعتوها، تمام. حس انا اطمن ان انتوا فهمتوا الدنيا فيها ايه. ماشي، انت ممكن تنزل المحاضرة، انا رفعتها اصلا.
ده مرفوعة، ما هي مرفوعة، والله أنا سبت اللاب شغال واترفعت. هديكوا التاسكاية ديت ماشي، وهستظهر منكم الحل. بص يا سيدي، الجدول ده جدول عملاء، أنا هكتبها كده. ثانية واحدة، تمام. محتاج رقم العميل، اسم العميل، عنوان العميل، تليفون العميل. تمام، طبعا هتحط لي الكونسترين طبعا، ها اكيد حضرتك فاهم يعني. هنا الجدول جدول الطلبات، تمام، عندنا رقم الطلب، رقم العميل، رقم الفرع، تمام. انا هحط لكم اللينكات دلوقتي، هحط لكم اللينكات دلوقتي، بس اصبروا عليا لو سمحتوا، محدش يتكلم لحد، بس اركز في التاسكاي دي بس، عشان انا ببص على على الكلام يعني. جدول العناصر، عندنا رقم العنصر، رقم الطلب، رقم المخزن، تمام. عندنا جدول المخازن، رقم المخزن، اسم المخزن، رقم الفرع. عندنا جدول الفروع، عندنا رقم الفرع واسم الفرع. ركز معايا بقى، انا هسهلها لك خالص، تمام. الجدول ده مربوط بده، تمام، والجدول ده مربوط بده، والجدول ده مربوط بده، والجدول ده مربوط بده، وده مربوط بده. بص، السهم جاي من فين لفين يعني، لا مش هعملها لك الوان كمان بقى، لا كده كتير، لا طب ما احلها لك انا بالمرة بقى وخلاص، تحرجني.
خلي بالك ان السهم رايح فين لفين. يعني السهم بيقول لك انت ابني، تمام؟ فشوف بقى مين اللي اتعمل الاول. الكلام كده جميل. في مشكلة في حد مش فاهم التسكاية دي؟ هتعمل لي 5 جداول بساط جمال زراف، تمام؟ عندنا جدول العملاء، جدول الطلبات، جدول العناصر، جدول المخازن، جدول الفروع، تمام؟ ده مثال بسيط يعني. السهم بيشير لجدول، يعني بيقول السهم طالع من جدول رايح لجدول، بيقول له انت ابني، انت ابني، انت ابني، انت ابني، انت ابني، تمام؟ فيا ريت بقى الناس تكريت الجداول صح. في مشكلة في اي سؤال؟ علشان يعني اشوف مين اللي هيعملها ولا مين اللي مش هيعملها. يعني الناس معايا الاول اصلا؟ طيب تحتاجوا وقت قد ايه؟ الساعة 10 الا ربع، الساعة 10 اخد منكم الاكواد ديت. الايميل، الايميل اهو، تمام؟ لا، ما انت اكتب، حاول تكتب، انت شفت بعينك دلوقتي وانا بشرح. خلاص يعني قد ايه طيب وقت؟ طيب يعني انتوا قولوا نص ساعة كويس؟ 10 وربع يعني؟ خلاص 10 وربع، ماشي. انا هوقف التسجيل اهو.